في أيديكم إخوتي المواطنين أكثر مما في يدي، سيقع آخر نجاح أو إخفاق لقضيتنا. كان جون كينيدي الرئيس 35 للولايات المتحدة، القائد الشاب الوسيم الواعد بأمل جديد للبلاد. تم تسليم الشعلة إلى جيل جديد من الأمريكيين الذين ولدوا في هذا القرن. سياسي حديث لأمريكا حديثة. لا تسألوا عما يمكن أن يقدمه بلدكم لكم، بل عما يمكنكم أن تقدموه لبلدكم. لكن حياة جون كينيدي انتهت بموته. لقي رئيس الولايات المتحدة حتفه. اعتبر اغتياله في نوفمبر 1963 نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة، نقله من عصر البراءة إلى عهد العنف والتغيير. تحول جون كينيدي نفسه من إنسان عادي إلى أسطورة. هذا الرئيس الشاب الوسيم الذكي الجذاب بشدة والقائد السياسي الصادق كان نفحة من هواء جديد في المشهد السياسي. لا أستطيع التفكير في قائد غيره شكل صورة مدهشة مثله في سياق ديمقراطي غربي. أن يضع فتى جامعي علامته الفارقة على تكوين سياسي بأسلوب مبتكر وتسويق لسياسة جديدة، فهذا تغيير ثوري. يمكن لهذه القراءة للتاريخ أن تخفي رجل الأسطورة المدهش والمثير للجدل. لم يكن جاك كينيدي طالباً ناجحاً في دراسته، لكن كان موهوباً بوضوح، وبالكاد اجتاز صفه بعلاماته النهائية. كانت الأمراض تسري في جسده، ومدهش أنه نجا منها في طفولته. يفترض الناس أحياناً أنه محض مصادفة وجود جون كينيدي في برلين في عام 1939 قبل أيام من إعلان الحرب، وذهب إلى فلسطين وشهد الحرب الهندوصينية، لكن واضح من المذكرات التي احتفظ بها أن ذلك ما أثاره لدراسة العلوم السياسية. لديه خصلة الأمل والإعجاب والتفاؤل التي أظهرها وألهمت الناس، وذلك شيء في شخصيته لا ينفك يثير اهتمام الناس وانخراطهم معه. اعترف الملايين بجون كينيدي، لكن قلة عرفوه حقاً. سيستكشف هذا البرنامج صناعة رئيس. ولد في ماساتشوستس في 29 من مايو 1917 جون فيتز جيرالد كينيدي، المعروف بلقبه المحبب جاك، هو الابن الثاني للمليونير المستثمر والسياسي جو كينيدي. ولد جاك كينيدي لعائلة أيرلندية مقيمة في بوسطن من الطبقة الوسطى من دون أي اهتمامات سياسية محددة، وكان الأب يعمل في مجال الصيرفة، وكانت الأم المتحدرة من عائلة سياسية ديمقراطية الانتماء، إذ كان والدها عمدة بوسطن. كان والد كينيدي هوني فيدز قوة مؤثرة في سياسة ماساتشوستس، انتخب في الكونغرس 3 مرات، انتخب عمدة لبوسطن. وبحسب ما يقول إدوارد كينيدي لاحقاً، إن أحد أسباب قوة نفوذ آل كينيدي سياسياً في ماساتشوستس هو تأثير هوني فيتز جيرالد الجد الراعي لهم. كان لهم
بيت كبير في هايانس بورت في كيب كود، وكان لهم بيت في بالم بيتش في فلوريدا. كانت حياة الروضة التحضيرية والرفاهية وملاعب كرة المضرب، مع أنهم كانوا منطوين على أنفسهم وبعيدين كل البعد عن حياة الشعب الأمريكي، وكأنهم عاشوا حياة الأرستقراطية الأوروبية، وهذا حاله. بعد ارتياده عدة مدارس ابتدائية محلية، بدأت دراسة جاك رسمياً في مدرسة كاثوليكية، لكن سرعان ما تبين أنه غير سعيد هناك، وكان القرار أن يغير وجهته ويلحق بأخيه في تشوت روزميري هول، وهي مدرسة إعدادية خصوصية كينيتيكت. رغم الاعتقاد بأن هذه المدرسة مصدر إلهام خطابه الشهير لا تسألوا عما يمكن أن يقدمه بلدكم لكم، لم يكن جاك أكثر سعادة هنا مما كان في المدرسة السابقة، لكن مدرسة تشوت فيها شيء واحد، وهو أخوه جو كينيدي الابن، لكن جاك لم يفلح فيما برع به أخوه. كان أخوه الأكبر في مدرسة تشوت، وهو الفتى الذهبي الذي يقدم أداء مذهلا ويلعب في الفرق الرياضية، وهو طالب مجتهد جداً. لم يكن جاك كينيدي طالباً مجداً في تلك المرحلة، إنه مشاغب قليلاً. كان ذكياً جداً، ولكن كسولاً للغاية، وليس كسولاً فحسب، بل لم يبدي رغبة في التفوق. كان لماحاً وفاتناً، وله اهتمام بالتاريخ والسير الذاتية، وأحب المطالعة، لكنه كان طالباً كسولاً، وأنهى مدرسته الإعدادية بالتخرج في المرتبة 65 من أصل 110، إذن كان مستواه في الوسط أو أقل في الصف. إذا نظرنا إلى سجله الأكاديمي، فهو أقل إثارة من ريتشارد نيكسون. اغتاظ من نظام مدرسة تشوت، ونظم نادياً مع أصحابه وسموه نادي المغمورين، والهدف الأساسي منه خرق قواعد المدارس. لنبدأ بحقيقة أنه طرد، لكن والده ناشدهم ليبقوه في المدرسة، وحينها طالبوه بأن يرى مرشداً نفسياً، وقال المرشد النفسي له: يبدو أنك تبلي بلاءً حسناً جداً في صفوفك يا جاك، لكنك لا تبذل جهداً كبيراً، ما مشكلتك؟ فرد عليه بإجابة ذكية وقال: يبلي أخي بلاءً حسناً جداً، فلما يفترض أن أفعل مثله؟ هو يقوم بذلك عني. كانت طفولة جاك حافلة بالحظ في عدة جوانب، لكنه ابتلي بالأمراض. بدأ طفولته بالرقاد في الفراش فترات طويلة مع تلقيه علاجات ثقيلة مطولة، فرسم ذلك مخططاً لبقية حياته. تعرض في صغره لحالة شديدة من الحمى القرمزية، وكانت جائحة منتشرة في بوسطن آنذاك، واضطر والده وجده هوني فيتز إلى استخدام نفوذهما لإدخاله إلى أفضل مستشفى في بوسطن. كان يعاني المرض باستمرار حتى في المستوصف المدرسي أو المستشفى، وكانت هناك مشكلة عجزهم عن تشخيص الحالة المرضية لديه إلا فيما ندر. أمضى فترات انقطاع طويلة عن المدرسة، ليس بسبب الحمى القرميزية فحسب، بل الالتهاب الرئوي والربو. عانى من مشاكل كبرى في العمود الفقري، فولد وإحدى ساقيه أقصر بقليل من الأخرى، وتسبب ذلك بمشكلة طويلة الأمد في ظهره لم تفارقه قط، وظلت ملازمة له. أعتقد أن الجدير بالملاحظة أنه أراد التمتع بالصحة كغيره، وتطورت لديه روح مرح البطولة، فقد كان يتكيف مع ما يعده الناس الطبيعيون أمراضاً مهددة للحياة، ولم يأخذها على محمل الجد على الإطلاق. مثير للاهتمام للغاية التكهن حول تأثير المشاكل الصحية في عقليته، وأعتقد أنها جعلته يعتمد مبدأ عش لحظتك. هناك جزء من تفكير كينيدي في أنه لن يبقى حياً طويلاً، لذا أراد الاستمتاع بالحياة قدر المستطاع. كانت هناك كوامن غير مقدرة لدى فتى آل كينيدي الأصغر أغفلها كثيرون، فاستغل نوبات مرضه المتكررة في المطالعة وتطوير ذهنه وخياله من خلال أعمال روبرت لويس ستيفنسون ووينستون تشرشل وسواهما. مع أنه كان بالكاد يمضي في دراسته الأكاديمية، كان تعليمه الذاتي قيماً للغاية. مع نضج جاك وأخيه، كان أبوهما يزرع فيهما حب التنافسية الكبير التي استثمرها رجل الأعمال جو الأب وازدهر بها. تفوق آل كينيدي في كل شيء،
تفوقوا في الرياضة، في الحياة الأكاديمية، في المناظرات والكتابة والآداب. بمعنى آخر، تحولت هذه الأسرة إلى علامة تجارية مصممة فقط للنجاح. كانت لدى والدهما آمال عظيمة بهما، وقد عرضهما لضغط كبير، لكن كانت هناك منافسة في العائلة أيضاً، فقد كان الفتيان الكبيران وسيمين جداً، وكانت لهما صديقات كثيرات، وأبوهما لم يكتفي بمغازلة صديقاتهما علانية، بل تعرض لهن. لم يكن زير نساء على مستوى هائل فحسب، بل كان صريحاً جداً بذلك، علم ابنه بذلك، ويبدو أنه نصحهما بأن يكثرا من العلاقات، حتى في علاقاته الخاصة كان صريحاً وأفصح لهما عنها، ويبدو أنه نقل هذه الخصلة إلى أبنائه بمن فيهم جون كينيدي. الجانب الإيجابي هو أن جو كينيدي اهتم بأولاده كلهم بشكل دقيق، ومن هذا الجانب هو أب صالح، لأننا نتذكر في جيل الطبقة النخبوية بين الأمريكيين والبريطانيين كان الآباء غالباً ما يهملون أولادهم ويضعونهم في مدارس داخلية طوال سنوات ولا يبالون لأمرهم، بينما جو كينيدي كان مهتماً بشكل شديد بحياة أولاده. أكمل جاك دراسته في تشوت، ومع أن درجاته لم تكن مميزة، تمكن من الانتساب إلى جامعة هارفارد. لكن في ذلك الصيف بدأ تعليم جاك كينيدي الحقيقي، متصادفاً مع تنصيب والده سفيراً لدى بريطانيا. بدأ جاك بسلسلة من الرحلات إلى أوروبا في ثلاثينيات القرن. افتتن هذا الشاب الأمريكي بالتوترات السياسية وانتقالات السلطة، وشهد بنفسه بعض أهم الأحداث التاريخية في القرن العشرين، فصاغت هذه الزيارات مستقبله بطرق لم يتخيلها قط. أول زيارة قام بها جاك إلى أوروبا عام 1937، أبحر مع صديق دراسته لين بيلينغز من الولايات المتحدة، أخذين سيارة جاك الرياضية معهما، وأمضيا 10 شهور متجولين في أوروبا. في العام التالي عام 1938، عين جو كينيدي الأب سفيراً للولايات المتحدة لدى المملكة المتحدة من قبل الرئيس روزفلت. قام جاك برحلة إلى أوروبا، لكنها لم تكن من أجل المتعة بشكل علني هذه المرة، بل سافر إلى إنجلترا ليعمل في السفارة، حيث تذوق ما يحاك في كواليس السياسة. أرته الزيارات المشهد الدولي للسياسات العالمية العليا وما قد يتبعها، كان تعليماً استثنائياً له، لأن والده لم يكن في الصف الأول فحسب، بل كان له موقع فريد ومميز فيما يخص العلاقة مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين. لا نتكلم عن ابن سفير عادي، فقد كان جو كينيدي في دوهمة الأحداث الأوروبية في أواخر الثلاثينات، وكان فاعلاً رئيسياً في ذلك المشهد. خلال وجود جاك هناك، بالطبع بات مأخوذاً بإعادة التسلح الجارية في إنجلترا، والنهضة المتنامية للفاشية في القارة. منحه ذلك بصيرة استثنائية في طبيعة السياسة الهتلرية وطبيعة الشخصية المميزة، كانت نوعاً من الوصاية على نفوذ الدعاية كما رآها خلافاً للمؤرخين، فالنظام القائم هناك كان يعتمد على الدعاية، وكان الوضع تحت تأثير أذكى مستويات الدعاية التي شهدها التاريخ. بعدها بسنة سافر إلى أوروبا مرة ثالثة، لكنه لم يبقى في لندن، بل توجه إلى الشرق الأوسط، إلى الاتحاد السوفيتي ودول البلقان، ليجري أبحاثه على أطروحة سنته الدراسية الأخيرة. بعدها ذهب إلى تشيكوسلوفاكيا وألمانيا، وشهد أن أوروبا على أبواب الحرب، وغادر برلين في الأول من سبتمبر من عام 1939، يوم قامت ألمانيا بغزو بولندا. أعتقد أن تلك الرحلة تركت تأثيراً دائماً في نفسه، من حيث أنه شخص آمن بوجوده هناك بحق. كان مهتماً جداً بالتاريخ السياسي، هذا ما أراد دراسته ورؤيته بأم عينيه. أدرك أن أوروبا على شفير الانهيار، أراد تثقيف نفسه على المشهد العالمي، وبالطبع كان هذا أفضل أسلوب عملي له. كان كينيدي يؤمن بمحاكماته وإدراكه، ووجوده هناك وتجواله على الأرض صارا حافزاً لمسيرته السياسية.
كانت فرصة كبيرة لزيارته تلك البلاد ببساطة بجواز سفره، ورسالة واضحة من والده بصفته سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا. عاد جاك إلى الديار وبدأ بكتابة أطروحته. بفضل والده صارت الأطروحة عملاً، عاش خارج حدود دراسته الجامعية في هارفارد. كانت الفكرة رؤية كم أصبحت بريطانيا بطيئة في إدراك تهديدات ألمانيا. كان أساتذته يمتدحونه لأنه من غير العادي لطالب أن يحظى بهذه المعلومات بشكل مباشر. وعرضت الأطروحة على صديق والده آرثر كروك الذي كان يعمل في صحيفة نيويورك تايمز، فقال إنها أطروحة جيدة بشكل رهيب ويمكن تحويلها إلى كتاب. في صيف عام 1940 جرى نشر كتاب جون كينيدي الأول بعنوان لماذا نامت إنجلترا، وبحلول ربيع عام 1941 بيعت نحو 80,000 نسخة في بريطانيا وأمريكا، وسرت إشاعة بأن والده اشترى 30,000 نسخة وخزنها في بيته في هاينسبورت. بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي لم تزل بلداً محايداً بشأن المجريات في أوروبا، بدت هذه لحظة إنذار. يشكل ذلك مكوناً رئيسياً من صورته كأديب، فهو مثقف أصيل ينشر المؤلفات، وذلك مهم لأنه يضع حجر الأساس في أيديولوجيته للسياسة الخارجية. إذا أردت أن تفهم ما يقوله جون كينيدي حول السياسة الخارجية خلال الحرب الباردة وخلال فترته الرئاسية، فيمكنك فهم الكثير حولها من قراءة كتابه لماذا نامت إنجلترا. بدأ الكتاب نقطة تحول في حياة جاك. حتى تلك اللحظة عاش في ظل أخيه الأكبر الأكثر قدرات منه. جعل العدوان على بيرل هاربر من الحرب مصدر قلق عالمي، وكحال عائلات كثيرة لم يكن آل كينيدي محصنين ضد تأثيرها. الحياة السياسية لجول أب هي أول الضحايا. بصفته سفيراً بدأ يرى نفسه صانعاً للسلام أكثر فأكثر في أوروبا. أبرم اتفاقاً، أمكنه جمع رئيس الوزراء البريطاني والفوهرر حول طاولة واحدة وتسوية الأمور كلها بشكل ما، حين تبين له أنه أساء فهم هتلر، وحين اتضح أن بريطانيا كانت تقف وحدها، فقد جوزيف كينيدي الإيمان في بريطانيا. كانت عقليته تقوم على أن التجارة تسوي المشاكل، ولم يفهم قضايا الدماء والأرض الروحانية، ظن أن بمقدوره إبرام صفقات ودفع الثمن. بات موقفه مثيراً للجدل بشدة وغير معهود لدى الشعب البريطاني، وصار مصدر إحراج. لهذا غالباً في حملات جون إف كينيدي اللاحقة، ومع أن جوزيف يحرك الأمور في الكواليس، انتهت مسيرته السياسية بحلول عام 1941. لم يكن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سفيره في لندن لأنه لم يرى جوزيف كينيدي على صواب، وكذلك لم يرى رئيس الوزراء البريطانية نيفيل تشامبرلين على حق. اعتقد الرئيس أن وينستون تشرشل لديه مواصفات شخص يستطيع الوقوف في وجه هتلر، وترك هذا جوزيف خارج الصورة كلها. على الرغم من صحته السقيمة باستمرار، كان جاك متحمساً للانضمام إلى القوات الأمريكية. حصل على شهادة طبية وتمكن من الانتساب إلى سلاح البحرية قبيل عدوان بيرل هاربر. كان جاك متعطشاً إلى الإنجازات، لكن صحته أجبرته على ملازمة مكتبه في واشنطن والعمل في الاستخبارات البحرية، حينها التقى أول وأعظم حب مثير للجدل في حياته، إنجا أرفيد. التقى تلك المرأة الدنماركية الحسناء التي كانت تكبره سناً ب7 سنوات، إنجا أرفيد. إنها إحدى المرات القليلة في حياته التي ينغمس فيها عاطفياً، وكان انجذابه إليها بشكل جزئي، فهي بارعة الجمال وعالمية. كانت صحفية في واشنطن، وتقريباً كل من أجرت معهم مقابلات أغرموا بها، بمن فيهم جاك كينيدي، لكنها كانت هي أيضاً منجذبة إليه. سافر إلى أوروبا وكان معجباً بها جداً كأوروبية، ومفتوناً أيضاً بالسياسة وبإجرائها مقابلات مع هتلر وغورينغ، وقبل مغادرتها أوروبا جعلها مميزة جداً
في ناظريه. المشكلة هي أن أدولف هتلر بجلها وقال عنها إنها المرأة الآرية المثالية. كانوا يرونها في واشنطن مثل الجاسوسة ماتا هاري ويخشونها. دفعت علاقتها بهتلر والنخبة النازية المباحث الفيدرالية إلى مراقبتها، وتم تسجيل محادثات وتنسيقات خاصة بينها وبين جاك. لم يبدو أحد موافقاً على هذه العلاقة. لم تكن زوجة مناسبة له في نظر عائلته، فليست كاثوليكية ومطلقة مرتين. لكن حتى رؤساؤه في الاستخبارات البحرية كانوا قلقين على هذا الضابط الشاب في الاستخبارات المتورط في علاقة عاطفية مع تلك الحسناء التي يخشون أنها جاسوسة. كان متيماً بتلك المرأة وأخبر والده بأنه سيتزوجها، فرفض أبوه وتحدث إلى إنغا وقال لها: اسمعي، لن تتزوجي ابني أبداً، أخرجي الفكرة من رأسك، إنها مستحيلة، سيحبسونك، لذلك تراجعي. وضع ذلك نهاية للعلاقة. اعترف إلى شخص أنها كانت حب حياته، لكن لم يكتب له الاستمرار. مع أن والده كان ضد اشتراكه في المعارك البحرية، انتهى به الأمر بتسهيل تحقيق رغبة ابنه، وصار جاك قبطان مركب دورية توربيدات. كانت تلك المراكب صغيرة وجاهزة لخوض المعارك. ليس واضحاً ما إذا كان شعور الأب بالذنب بشأن إنهاء علاقة ابنه بإنغا جعله يغير رأيه، لكنه حرص على بقاء مركب جاك خارج مياه الاشتباكات. لكن الظهور غير المتوقع من اليابانيين حول جزر سليمان جعل جاك عرضة للهجوم أخيراً. كانت للحرب عواقب حلوة ومرة بالنسبة إلى آل كينيدي، مع أن المأساة ضربت أوروبا وكانت أوسمة الشرف تعلق في أمريكا. عشية الأول من أغسطس من عام 1943، خلال دورية معتادة مع مركبين مرافقين، رصد جاك سفينة معادية، وقبل أن يرد بالهجوم أصابت المدمرة اليابانية مركبه وفجرته إلى قطعتين. في منتصف الليل لا تعمل الرادارات، والرؤية ليست واضحة للعين بما يكفي، وقد تم تدمير مركبه إلى قطعتين. قتل بعض أفراد طاقمه فوراً، وبعضهم نجوا وكانوا في الماء، ولكن تمكن جاك كينيدي من إنقاذ بضعة منهم أيضاً. أدى أداءً بطولياً، فقام باستخدام حزام في فمه لجر أحد أفراد الطاقم مسافة 3.5 ميل إلى جزيرة قريبة. هذا رجل يعاني مشاكل صحية كثيرة ولديه مشكلة حادة في ظهره، وسبح 5 ساعات ليوصل رجاله إلى بر الأمان. نجا 9 من رجاله، تمكنوا من السباحة إلى تلك الجزيرة المقفرة ليبقوا عليها حتى تمكن جاك كينيدي من إخراجهم عن طريق شخص محلي بواسطة رسالة في جوزة هند، كتب فيها أنهم على قيد الحياة وجرى إنقاذهم أخيراً. كان أخوه الأكبر أفضل منه دوماً في الدراسة، وبينهما تنافسية شديدة، وربما شعر جول ابن بضرورة تحسين نفسه أكثر، فقد كان متفوقاً في كل شيء، وربما بسبب العمل البطولي لشقيقه الأصغر، وربما من دافع الحس بالمسؤولية والواجب، تطوع لتنفيذ مهمة خطيرة جداً بقصف قاعدة جوية ألمانية في بلجيكا. لم يجبر أحد قط على تنفيذ مهمة فيها احتمالية أن يفقد حياته. أصبح طياراً انتحارياً أمريكياً. كانوا يفخخون المدمرات بالقنابل ويملؤونها بالمتفجرات لمهاجمة القواعد الصاروخية في أوروبا المحتلة. فشلت المهمة، فانفجرت القنابل على متن الطائرة قبل وصولها إلى الهدف، وكان جول ابن على الطائرة ومات فوراً. كانت خسارته مأساوية بالنسبة إلى آل كينيدي، وبينما كان جاك يحاول استيعاب فاجعة موت أخيه، بدأت الأخبار تنتشر حول أعماله البطولية في المحيط الهادئ.
لدى مجلة لايف كاتب يدعى جون هيرسي، اقترب من كينيدي وقال: أريد كتابة مقال حول ما فعلته لمجلة نيويورك. وكان جوزيف كينيدي يحرك الأمر في الخفاء لإعادة نشر القصة في مجلة ريدرز دايجست. قرأ عدد كبير في العام 1944 هذه القصة الجلية حول جسارة جون كينيدي خلال الحرب العالمية الثانية. إذا نشر كتاب لماذا نامت إنجلترا في عام 1940، وعبر ذلك عن أنه أديب وعن ثقافة ومستواه الثقافي الراقي. خدمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية شكلت العنصر الثاني في تكوين صورته كبطل حرب، وبذلك صار صاحب العقل والعضلات. تكهن الناس بأن وفاة أخيه الأكبر دفعت جون كينيدي إلى عالم السياسة، ولكن بالطبع ذلك هراء. الحقيقة من سجلات المباحث الفيدرالية أن جون كينيدي كان يتكلم حول دخوله عالم السياسة وحتى الترشح لمنصب الرئيس منذ زمن بعيد، أيام عدوان بيرل هاربر، خلال محادثاته مع إنجا أرفاد، لدرجة أن أخاه ربما كان يعيقه. لكن مقتله فتح المجال لجون كينيدي ليلبس عباءة شرف العائلة، وكان أبوه بالطبع راغباً في دعمه. بعد حادثة تفجير مركب دورية التوربيدات، ظل جاك يعاني مشاكل مزمنة في ظهره، وتم تسريحه من البحرية بصورة مشرفة. توفي أخوه وانتهت مسيرة والده السياسية. وجد وظيفة كصحفي، لكن ظل السؤال عالقاً حول ما عليه فعله تالياً. وكان القرار حينها بترشح جاك إلى الكونغرس في العام 1946. مجدداً، كان لجول أب دور مؤثر في حدوث الأمر. ترشح إلى الكونغرس وساعد والده على حدوث ذلك بدفع أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس إلى إفراغ مقعده وترشيحه إلى منصب عمدة بوسطن بدلاً من ذلك. لكن لم تكن مسألة منصب مناسب لجاك كينيدي، فليس ضرورياً أن تكون له علاقات قوية في المجتمع، لذا تحتم عليهم البدء بتكوين علاقات في بوسطن. في الكواليس كان جوزيف الأب ينفق أموالاً طائلة. كان المبلغ الذي ينفقه المرشح لمنصب نائب في الكونغرس في عام 1946 نحو 25,000 دولار. هناك تقديرات بأن جو كينيدي أنفق 10 أضعاف ذلك المبلغ على الأقل، أي ربع مليون دولار وربما نصف مليون. ما فهمه جون كينيدي حين ذاك أن الصورة في السياسة ستحول المصلحة. كان والده خبيراً في ذلك الميدان، فكانت بين الاثنين قدرة على تغيير العمل السياسي والحملات الانتخابية الأمريكية. استأجر جوزيف كينيدي وكالتين للدعاية للترويج لحملة ابنه الانتخابية، فكانتا تتواصلان مع وسائل الإعلام وتلمعان خطاباته، حتى إنه وظف متخصصاً في اللافتات الإعلانية الشارعية لينشر 90 لافتة إعلانية حول بوسطن، فكانت حملة بمنتهى الدهاء. جعلته صحته المتوعكة في بعض الأوقات يدرك أن في وسعه عكس صورة تغطي على مرضه. لقد كان لديه خجل وتواضع واضحان ما مكنه من الظهور أمام الكاميرات كشخص مفعم بالشباب والوسامة والمراعاة والعطف، وتلك صفات أصيلة فيه. أعطت الحملة الانتخابية ثمارها في نوفمبر 1946. فاز جون بمقعد مقاطعة ماساتشوستس 11، لكنه أدرك سريعاً أن حياة عضو في الكونغرس ربما ليست كما توقعها. الحقيقة أنه لم يعجب بحياة عضو كونغرس، فكان كسولاً جداً واعتاد ارتياد الحفلات، كما لازمه المرض كثيراً، ولم يكن موجوداً غالباً، لكنه لم يحظى بسمعة بارزة خلال وجوده في مجلس النواب. في الواقع، وجد متابعة مصالح الطبقة العاملة في بوسطن والدفاع عن حقوقهم مملة جداً، فلم يكن بالعمل المشرف له. في نهاية المطاف، كان مهتماً بالساحة العالمية والقضايا الكبرى المرتبطة بالحرب والسلام والصراع العظيم بين الشيوعية والديمقراطية، لأنه رأى الأمور على مستوى عالمي وليس بمستوى الأعمال البسيطة داخل الأبرشيات.
بقي جاك 6 سنوات عضوا في الكونغرس قبل تحويل ناظريه إلى مجلس الشيوخ. كانت نيته دوما الترشح إلى منصب في مجلس الشيوخ، لكنه طبعا كان صغيرا جدا، وفي ولاية مثل ماساتشوستس ستكون معركة ضخمة، حيث نصحه كثيرون بعدم المحاولة. قرر أن الوقت حان للترشح إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وترشح أيضا ضد هنري كابت لودج. أديرت الحملة الانتخابية بطريقة عصرية ذكية، ومن المهم ملاحظة أنه خلال حملته في مواجهة لودج ربما كانت آراء كينيدي حول السياسة الخارجية في الحرب الباردة أكثر صلابة من آراء لودج، وربما عدد كبير ومن ضمنهم بعض الجمهوريين صوتوا لصالح كينيدي في العام 52 لأنهم اعتقدوا أنه سيكون أشد صلابة من هنري كابوت لودج بشأن الحرب الباردة. أدركت عائلته أن لديهم نجماً، وأن الناس أحبوا لقاء هذا النجم ومصافحته أيضاً. كان ذلك مؤثراً للغاية. كما في حملة عام 46 أبرزت حملته في مجلس الشيوخ عام 52 كينيدي على أنه رمز للوسامة، وكان هناك كلام كثير حول انجذابه للفتيات وكذلك تمثيله كرمز للعائلة. في حملة مجلس الشيوخ في العام 52 اشتهر كثيرا بحفلات الشاي التي أقامتها أمه وأخواته للنساء. أعتقد أن عدد النسوة التي حضرن تلك الجلسات يقدر بنحو 70,000، وهو ما يصادف هامش فوزه بالانتخابات، فقد هزم لودج 70,000 صوت. وقد يبدو هذا تصريحا مبالغا فيه، فأجده مدافعا عنه بأنه أكثر من أي سياسي آخر في التاريخ الأمريكي. مثل كينيدي رمزا للحياة الأسرية لأنه اعتبر ممثلا لسلالة عائلته. تم العمل على تحسين صورة جون إف كينيدي وتلميعها. كان الرجل الأكاديمي وبطل الحرب ورجل العائلة، وبفضل حفلات الشاي أرادت النسوة المسنات تبنيه، بينما أرادت الشابات الزواج به. لكن قبل فوزه في مجلس الشيوخ بدأت سمعته كفة لعوب تسبب له المشاكل، فوافق أبوه على أن جاك بحاجة إلى زوجة. حين ترشح جون إف كينيدي إلى مجلس الشيوخ كان عازباً، وكانت له علاقات كثيرة خلال حياته، لكنه لم يتزوج قط. ودخل مجلس الشيوخ عام 53 رجلاً عازباً. وهناك مقال في صحيفة ساتردي إيفنينغ بعنوان الشاب العازب في مجلس الشيوخ، وتحدث كثيراً عن حالته الاجتماعية الشخصية. كان قد التقى مسبقاً جاكي بوفييه، تعرفا في مأدبة عشاء في جورج تاون بواسطة صديق مشترك. كان هناك اهتمام مشترك بقوة بينهما، وهناك مقال في مجلة لايف في عدد ديسمبر 1953 بعنوان السيناتور كينيدي في طور المغازلة، مع صورة تجمعه وجاك كينيدي على مركب شراعي، وهي صورة مبهرجة جدا، إنه شأن خاص، لكنه أثر في صورة جون إف كينيدي أيضا. تمتعت جاكي كينيدي بمواهب فريدة، فكانت امرأة مميزة وفائقة الذكاء والبصيرة، وكانت مرادفة جيدة له، حيث جاءت من خلفية مضطربة جدا، فكان والدها مدمن كحول، وانفصل والدها حين كانت في سن 12، فربطهما نوع من التعاطف والتفاهم المشترك. ليس جلياً إن أراد جاك الزواج حقاً أو رأى نفسه رجلاً متزوجاً. بالتأكيد كان يقدر الحرية في حياته العاطفية، لكن والده بقليل من الحسابات السياسية قال له: اعتبارك السيناتور العازب في مجلس الشيوخ لن يبقيك هناك طويلاً، وإذا أردت أن تصبح رئيساً فلا بد لك من تكوين عائلة وعليك بالزواج، والصورة السياسية مهمة. وجاكي بوفييه تناسب تلك المعايير كلها لتكون زوجة سياسية لكاثوليكي سياسي مرموق. بنى العائلة كعلامة فارقة دوماً. تذكروا أن معظم رجال ذلك الجيل تزوجوا في سن 22، وأن تبقى عازباً في سن 35 فقد أثار بعض التساؤلات حول ما إذا كنت زير النساء، وهذا صحيح في حالته، فأعطى ذلك سمة برجوازية لآل كينيدي. لم يكونوا سوى برجوازيين أثرياء بوهيميين
لكن هذا حول الوضع إلى شيء مستساغ ومقبول أكثر، فلا يمكن وجود ملك من دون ملكة أو أمير بلا أميرة، وكانت هي الأميرة. تزوج جاك وجاكي في 12 من سبتمبر 1953 في كنيسة سانت ماري في نيوبورت رود آيلاند، ولم يعد السيناتور الشاب عازباً. منذ البداية شهد زواجهما المتاعب، فكلا الطرفين كانت لهما علاقات، لكن الشيء الذي عملا عليه وفهماه هو صورتهما، فكانت لإبراز فكرة الزواج السعيد أهمية عليا لديهما. كانت الزوجة المثالية للسيناتور والزوجة المناسبة للمرشح الرئاسي القادم، لكن بالنسبة إلى علاقتهما الفعلية فأظن أن الحقيقة كانت مستقاة من المقربين إليهما، وهي أنها لم تكن علاقة حب على الإطلاق. من الأمور المثيرة للاهتمام في تلك العلاقة أنها كانت مدركة لعلاقاته المتعددة مع النساء. كان ذلك معروفاً عنه ضمن دائرة المقربين منه بشكل أكبر، وما جرى أنهم كانوا يغضون الطرف عن ذلك ولم يشاءوا أن يعرفوا. فيما يخص الدراما الزوجية، كانت العلاقة متوترة دائماً، ولا شك في أن جاكي كانت على شفير الطلاق. ثمة قصص مفادها أنها ذهبت إلى جو كينيدي وقالت إنها تفكر في الطلاق، فحاول ثنيها عن الفكرة وقال: افعلي ما يحلو لك وأنفقي ما تريدين لتكوني راضية ولتبقي في هذا الزواج، لأن الرمزية والمواصفات التي أدخلتها جاكي إلى حياته العامة كانت قيمة جداً، وأدرك تلك القيمة بالفعل، كما أنه علم أن مسيرة جاك السياسية ستدمر من دونها. قبل زواجه كانت علاقاته صفة مثيرة في فترة عزوبيته، وبعد زواجه اعتبرت سمة لذلك الزواج بامرأة حسناء متألقة. وضعت مجلات كثيرة صورتهما على أغلفتها في منتصف الخمسينات قبل وصوله إلى البيت الأبيض بوقت طويل، فزاد وجود جاك جاذبيته الحميمية. انتشرت علامة آل كينيدي، وفي مؤتمر الحزب الديمقراطي في العام 1956 أوصلت الأمة إلى الوعي العام. أقدم لكم المرشح الديمقراطي التالي ورئيس الولايات المتحدة المقبل أدلاي إي ستيفنسون. كسب خطاب جاك المتلفز كثيراً من المؤيدين، بحيث وجد نفسه مرشحاً مع أدلاي ستيفنسون. لو فاز بالانتخابات لانطلقت آماله المستقبلية في الرئاسة بكل تأكيد، حيث خسر الديمقراطيون خسارة مريرة في انتخابات عام 56، وتابع كينيدي عمله في مجلس الشيوخ، لكن المؤتمر أثبت شيئاً واحداً، أوصل جون إف كينيدي الرسالة حول هويته وصورته التي ترددت أصداؤها بين جمهور استهلك بلهفة ما يقدم إليه عبر البث المتلفاز. في 2 يناير 1960 بدأ جاك حملته الانتخابية مرشحاً عن الحزب الديمقراطي، وفي نوفمبر من العام نفسه واجه نائب الرئيس ريتشارد نيكسون لتولي منصب الرئيس، فيما أخذ شكل أكثر السباقات الرئاسية تقارباً في التاريخ، لكن عقيدة كينيدي بقيت مشكلة كامنة لدى الناخبين الأمريكيين. بشكل ما أكبر مشكلة واجهها كينيدي عام 1960 هي مشكلة انتمائه الديني إلى الطائفة الكاثوليكية، إذ لم ينتخب أي رئيس كاثوليكي قط، فشعر بعض الأمريكيين بأن الرئيس الكاثوليكي ربما يحمل الولاء لروما والبابا والعقيدة الكاثوليكية أكثر من ولائه إلى الولايات المتحدة والدستور الأمريكي. تلك مشكلة كبرى تحتم على كينيدي التعامل معها، وأظنه فضل عدم الحديث عنها. وحين وصلوا إلى فرز أصوات ويست فيرجينيا الأولية عام 1960 قرر حل المشكلة مباشرة. ألقى خطابه أمام مؤسسة هيوستن الكبرى البلدية، وهي مؤسسة للقساوسة للبروتستانت، وقال في خطابه إنه ليس مرشحاً رئاسياً كاثوليكياً، بل هو مرشح ديمقراطي للرئاسة، تصادف أنه كاثوليكي. فواجه هذا القلق الكامن منذ زمن طويل بأن الكاثوليكيين لديهم ولاء مزدوج في العالم السياسي، وكانت لحظة تحول فيما يتعلق بالنقاشات الدينية خلال الحملات السياسية الأمريكية. يضيف ذلك عنصراً آخر إلى هذه الصورة متعددة الأوجه التي كان يطورها، وهي صورة كينيدي كرجل متدين. كان السجال كله حول ديانة كينيدي في عام 1960 قائماً على فكرة أهمية عقيدته الكاثوليكية لديه.
لم يكن أحد في معسكر كينيدي الانتخابي متيقنا من أن تطميناته كافية لهزيمة نيكسون. وجاءت اللحظة الحاسمة في أواخر العام 1960 في سلسلة من المناظرات التلفزيونية بين المرشحين. خاضا مناظرة رئاسية تلفزيونية، ولم يكن جون إف كينيدي في الكواليس بصحة جيدة ليعرض صحته وقوته وحيويته أمام الجميع. المرشحان غنيان عن التعريف، المرشح الجمهوري نائب الرئيس ريتشارد إم نيكسون والمرشح الديمقراطي السيناتور جون إف كينيدي. كان يقف ويضع مستحضرات التجميل، وعمل والده في هوليوود يعني أنه يعرف خيرة موظفي التلفزيون، فقاموا بكل ما يلزم لتقديمه بأحسن صورة لعصر القنوات التلفزيونية. أما نيكسون فلم يكن بحالة جيدة، وكان يعاني من الحرارة، بدأ أكبر سناً ومتجعداً مع أنهما في سن متقاربة، فكانت صورتاهما المعروضتان مختلفتين كثيراً، وتلازم ارتباط صورة كينيدي مع الشباب والحداثة والمستقبل، بينما لم يستطع نيكسون التعبير عن ذلك. لأنهم شعروا بأن المجتمع الأمريكي يتحرك من جديد، أريد أن نستعيد تلك الصورة. أظهرت أول مناظرة تلفزيونية أهمية الصورة. الغالبية الساحقة ممن شاهدوا تلك المناظرة على شاشات التلفاز اعتقدوا أن كينيدي تغلب بشكل مطلق. من كانوا يستمعون إلى المذياع اعتقدوا أن النتيجة متعادلة، وهذا يوضح أهمية الصورة التلفازية. قبل تلك المناظرة كان كينيدي متأخراً في استطلاعات الرأي بنتيجة ضئيلة، وبعد المناظرة التلفزيونية مع نيكسون تقدم كينيدي في نتائج استطلاعات الرأي وظل متقدماً. ابتسم اليوم الذي فاز فيه جون بالسباق الرئاسي بالمواكب البهيجة والاحتفالات، لكن الرجل الذي كانوا يهتفون له شكل انتصاره بداية نهايته. كان بنظر كثيرين القائد المثالي لأمريكا التقدمية، إلا أن سياساته وتعصبه السياسي مستمدان من خبرته الماضية. بدأ هذا الشاب مخضرماً عبر مناوراته السياسية وسلوكه المستقل، لكن كان وراءه والد يستخدم نفوذه ويصنع القرارات، ما جعل فتى الإعدادية السقيم من نيو إنجلاند يبرز صورته، فكان رمز كل شيء للجميع، وبات يرسم مخطط شكل جديد في عالم السياسة. تضافرت هذه العوامل كلها بعناية فائقة لصنع رئيس عصري بحق.